وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي قال إن الوزارة رصدت خلال اليوم الأول للعام الدراسي بعضاً من مظاهر عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية في عدد من المناطق، وأكد إن الوزارة بتعمل على متابعتها وإن اليوم الأول شهد انتظام طبيعي للدوام في جميع المدارس بالمملكة وفق خطط الوزارة. خلونا نتابع هاي اللقطات اللي رصدتها كاميرا رؤية من دوام الطلبة في تاني أيام المدرسة. كشفت وزارة التربية والتعليم حقيقة ما تم تداوله بما يخص تلف كتب مدرسية أردنية بانفجار مرفأ بيروت، والوزارة أكدت أنه جميع الكتب المدرسية اللي بيتم توزيعها على الطلبة بتنطبع داخل الأردن. الوزارة أكدت أنه رح يتم توزيع جميع الكتب المدرسية على الطلبة قبل 13 شهر، وبينت أنه خلال هاي الفترة رح تكون لدروس داخل الغرف الصفية. أما وزارة الخارجية أكدت أن الوزارة والسفارة الأردنية في تل أبيب بتتابع أخبار اعتقال قوات الاحتلال لمواطن أردني عبر الحدود سباحة حتى وصل شاطئ إيلات. قالت المواقع العبرية بأن قوات الاحتلال اشتبهت بعملية تسلل في إيلات وتم إخلاء الشاطئ، وبعد الفحص تبين أن مواطن أردني عبر الحدود سباحة وتم اعتقاله وجاري التحقيق معه الآن. أضافت الوزارة إنها حالياً عم تتابع هذا الموضوع لتحصل على كافة التفاصيل والحيثيات. ومن التعليم لفلسطين، وتحديداً للفيديو المؤلم لجندي من جنود الاحتلال قام فيه بالاعتداء بوحشية على مواطن فلسطيني بمدينة طول كرم. كاميرات الصحافة كانت موجودة في المكان وقدرت أنها تلتقط فيديو للاعتداء، وهذا أثار غضب كبير في الشارع الفلسطيني، وجنود الاحتلال منعوا المواطنين من التدخل لإبعاد الجندي عن المسن الفلسطيني. تصريحات كشفت أن جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب على الناشط خيري حنون عضو لجنة التنسيق الفصائلي في طول كرم أثناء مشاركته في وقفة، وأكدت أنه انصاب بردود. كما اعتدوا الجنود على المصورين والصحفيين خلال تغطيتهم للحدث ومنعوهم من التصوير تحت تهديد السلاح. يا شباب لا شك بتصور الكل. لا شك بتصور بتفوت. هلا هلا. كريمة أخورا.